سياسة القتل والاعتقال الإسرائيلية تطبق خلال العمليات العسكرية كما حصل مرارا في غزة ولا تتوقف في أيام الهدوء. المراكز الثقافية والفنية في القدس عرضة لهمجية شرطة الاحتلال. تفاجأنا اليوم بالصباح الباكر حوالي الساعة 9 صباحا بوجود قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية في حديقة المعهد الوطني للموسيقى في القدس، ومعهم أمر تفتيش مصادق عليه من المحكمة الإسرائيلية على اقتحام المعهد والتفتيش ومصادرة كافة الملفات والأجهزة ضمن قانون تمويل الإرهاب. قاموا بتفتيش المعهد على مدار 3 ساعات ونص تقريبا ومصادرة حوالي 21 كرتونة فيها ملفات وأجهزة كمبيوتر وأجهزة متعددة كمان. حقد الاحتلال على كل ما هو مشرق وحضاري سياسة يومية، وتخريب صرح ثقافي هدف له أبعاد تتصل بمنعه من مواصلة دوره في التثقيف والتوعية. ما جرى فعليا هو عبارة عن ملاحقة للمؤسسة كجزء من مسلسل الملاحقات التي تنتهجه سلطات الاحتلال وقوات الشرطة الإسرائيلية في القدس في السنوات الأخيرة. هذا جزء من الضغط الذي تمارسه قوات الاحتلال من أجل إسكات جميع المؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. هذا جزء من تهويد الهوية المقدسية لمنع أي نوع من الفعاليات المقدسية الثقافية والموسيقية وغيرها. الاقتحام غير المبرر ضد مركز يبوس يعيد توجيه الأنظار إلى أهمية المراكز الثقافية في القدس وحجم الدور الذي تقوم به في مواجهة سياسة التهويد والتزوير الإسرائيليين ولا سيما في المدينة المقدسة.